السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنشوف مع بعض إزاي نطبع بطاقات فهرسة وأرقام بيبليوغرافية من خلال برنامج السيد السخاوي، ودي ميزة مهمة جدا من ضمن المزايا العديدة للبرنامج إنها بتتيح لي إن أنا أطبع بطاقات فهرسة وأرقام بيبليوغرافية. طبعا أنا بدخل البطاقة الأساسية فقط وببدأ من خلال البرنامج بيتعمل لي كل البطاقات الفرعية الأخرى بدون ما أنا أتدخل في أي شيء. طبعا دي بيسهل عليا الشغل جامد جدا، بيوفر لي وقت ومجهود. تمام، فببدا ادخل على العمليات الفنيه بطاقات الفهرسه البيبليوغرافيا، واول حاجه لازم اعملها هي توحيد تاريخ الفهرسه على اساس ان انا كل يوم بدخل بطاقات، مش بدخل كتب المكتبه كلها، بدخلها في اوقات مختلفه، فلازم اوحد التاريخ على اساس ان انا اطبع كل البطاقات النهارده. تمام، بضغط هنا في المربع الفاضي الابيض وبختار النتيجه وبختار تاريخ مثلا 10/3 اللي هو النهارده واقول له توحيد، بيقول لي تم توحيد تاريخ الفهرسه لجميع البطاقات. تمام، وببدا اختار بطاقات فهرس المؤلف، هنا بختار بدايه الفهرسه اللي هو التاريخ اللي انا وحدت عليه 10/3 مثلا، وتاريخ النهايه 10/3، وببدا اعمل بحث عن البطاقات، هيظهر لي كل البطاقات للمؤلف والمؤلفين المشاركين والرسامين والمترجمين. تمام، 1049 دي كل البطاقات اللي انا دخلتها على البرنامج في الوقت الحالي. تمام، ممكن اغير حجم الخط على اساس يبقى البطاقه الخط فيها اوضح شويه. كده عندي البطاقات، ظهر لي 3 بطاقات، الثلاث بطاقات دول في ورقه، بقطع الثلاث بطاقات كده، هبدا اقطعهم ويكون عندي 3 بطاقات كامله. لو انا عايزه اشوف باقي البطاقات كلها، طبعا انا بحط كل الورق وببدا اطبع. تمام، فهنا عندي هيظهر لي بعد ما ضغطت على السهم ده هيظهر لي اجمالي عدد البطاقات اللي هتخرج لي، او اجمالي عدد الورق اللي المفروض احطه فين في الطبعه. تمام، اللي هو كان 350 ورقه، وهضغط هنا على طباعه. تمام، بس انا هحط 350 ورقه، هيبدا هو يطبع ورا بعضه وانا اخد الورق ده واقطعه. تمام، طيب كده فهرس المؤلف زيه بالظبط، بروح لفهرس العنوان بنفس الطريقة، بعمل بختار التاريخ وبختار تاريخ النهاية وبعمل بحث عن الكتب. طبعا هنا العدد هيكون أقل لأن هنا عندي العنوان فقط، هناك كان عندي مؤلفين ومترجمين ومؤلفين مشاركين، فعندي العدد أقل، فهنا هيكون عدد البطاقات عندي 376. تمام، وهيكون عدد الورق أقل، هيكون حوالي 125 ورقة، فبالتالي ان او 126 ورقه بحطها برضو في الطبعه وبضغط على طباعه. تمام، اكيد طبعا بقدر اغير حجم الخط، وده اللي بيخليني اشوف البطاقه الكلام في البطاقه خطه اكبر شويه. بنفس الطريقه فهرس الموضوع، نفس الموضوع بالظبط، نفس الطريقه بالظبط، مش بغير اي حاجه غير ان انا بعمل بحث وتظهر لي الاعداد. تمام، اغير الخط، خليها مثلا 16، وهنا ادوس اضغط هنا هتظهر لي هنا، واضغط على طباعه وهكذا. كده انا خلصت 3 فهارس وعندي المصنف. طبعا المصنف ده زي المؤلف، بس هنا طبعا المصنف برضو هيطلع بنفس الرقم اللي هو 300، على اساس ان هو المصنف هنا بيظهر للمؤلف بالمؤلف الرئيسي فقط. تمام، واضغط طباعه. بالتالي انا كده خلصت كل الفهارس اللي عندي، بقى ايه؟ فهرس السلسله، والسلسله برضو بس بضغط على المتابعه. تمام، متابعات اضافيه، وببدا اضغط هنا. للاسف انا بضطر اضغط ضغطتين، مش عارفه ده عيب في البرنامج تقريبا، فبعدين بتظهر لي عندي البطاقات بنفس الطريقه، ولو ضغطت هنا على السهم ده هيوديني هيديني 59، 59 ده عدد الورق. وبتضغط طباعه على رمز الطباعه، طبعا لازم تكون موصل الطبعه ولازم تكون حاطط ورق من الورق الجامد اللي هو احنا بنستخدمه في بطاقات الفهرسه، في بطاقه في ورق جاهز A4 بس يكون جامد، يعني زي بريستول كده. كده بيكون طبعنا كل بطاقات الفهرسه المختلفه. تمام، عندنا الاحالات موجودة، بس للأسف الإحالات في البرنامج هي مسجلة محفوظة من قبل. تمام، ما هيش خاصة بالكتب اللي أنا مسجلها في مكتبتي، فهي للأسف الإحالات هنا غير فعالة إلا إذا كانت عند حضرتك الكتب دي. تمام، محفوظة من قبل، ودليل على كده لو جبت حضرتك نسخة فاضية ودورت على الإحالات هتلاقي نفس الإحالات دي.
دلوقتي بعد كده هنطبع القوائم البيبليوغرافية، تمام. والقوائم البيبليوغرافية مهمة جدا، خاصة إن أنا بعلم بيها السادة المعلمين بالكتب الموجودة عندي. لو أنا دوست هنا هلاقي أعداد الكتب الموجودة في كل قائمة، يعني مثلا قصص الأطفال 163، وهي عشان كاتبة قصص الأطفال من غير همزة ففصلهم عملهم 13، تعليم الأطفال 9، الشرطة شرطة مصر 8، وهكذا. ممكن برضو أعمل استعلام مثلا 500 وأعمل بحث بالرقم التصنيف، لأن دي مدرسة ابتدائي، وأكتب كلمة العلوم، هيطلع لي ان الكتب دي حوالي عددهم كام؟ 73، تمام. بضغط على طباعة برضو وبقدر اطبعهم من هنا. للأسف الشديد القوائم البيبليوغرافية هنا في البرنامج بتقف عند التوريق او عند السلسلة، تمام. هي المفروض القائمة الصح نكمل بقى، نكمل باقي البطاقة بالمداخل الإضافية بكل البيانات المفروض ان انا بذكرها في البطاقة العادية، تمام. لكن البرنامج بيقتصر هنا على لحد التوريق، او اعتقد في بعض الكتب اللي فيها سلاسل بيذكر السلسلة. إلى حد ما هي يعني نقول قايمة كويسة، يعني لو أنا مش داخلة مكتبات نموذجية فهي معقولة، لكن طبعا لو أنا في مكتبة نموذجية وعندي مسابقة لازم تكون القوائم كاملة في البيانات. بنفس الطريقة بضغط على كلمة طباعة وهكذا، بعمل برضو استعلام برقم التصنيف. طبعا لو حضرتك حافظ أرقام التصنيف، عملت هنا بال813 وده طبعا هيكون القصص، وبعمل طباعة هتظهر لي بيبليوغرافيا بالقصص. سبب ان انا بكتب القصص او العلوم عشان تظهر الكلمة هنا، تظهر لي القايمة، وبرضو بضغط على طباعة. طبعا هنا 121 دي مش هتظهر في ورقة واحدة، هتظهر في اكتر من ورقة، اللي هم 11 ورقة تقريبا، وهكذا. بتقدر حضرتك ايه تعمل سيرش من خلال رقم التصنيف. ده بالنسبة للقوائم الموضوعية. طيب انا ممكن استخدم القوائم الموضوعية دي في ان انا استخدمها كخدمة للمناهج، يعني انا مثلا منهج العلوم عندي فممكن اطبع له قائمة بيبليوغرافية بكتب العلوم. لو عندي رقم مثلا التراجم ممكن استخدمها في التاريخ مثلا، تمام، واكتب هنا التراجم. ممكن لو هي كتب عن هي 920 بس، طبعا هنا ممكن استخدمها في قائمة بيبليوغرافية للتاريخ، وممكن اكتب هنا كلمة التاريخ على اساس ان انا اخصصها لمادة التاريخ، وهكذا. لو عندي كتب بالقصص اللي هي 813 ممكن اخصصها للغة العربية، وهكذا. فالقوائم الموضوعية تنفع كقوائم عامة، موضوعية عامة لكل المدرسين، وتنفع برضو كقوائم مواد، تخدم مواد تعليمية. عندي المؤلفين المكسرين. المؤلفين المكسرين بيظهر لي سهم هنا وبقدر اعمل سيرش بقول له ايه. طبعا انا لو عايز اعرف مين هنا، عندي فاطمه المعدول، عندي صابر توفيق، ده اجمالي الناس. هنا زينب علام، دي عندها 5 فقط، تمام، وبطبعها بنفس الطريقه. المؤلفين المكسرين هم المؤلفين اللي لهم اكتر من كتاب عندي في المكتبه. بعمل سيرش كده، ده ما عندوش حاجه، ما عندوش ولا كتاب، وهكذا. وفاء مثلا عندها كتاب واحد، طبعا ده مش مكسر لانه كتاب واحد ده ما يعتبرش. ده عندنا يعقوب الشاروي مثلا في 7 كتب، تمام، اقدر اطبعه بنفس الطريقة، بضغط على طباعة. بكون كده النهاردة غطينا ازاي نعمل توحيد تاريخ الفهرسة، ازاي نطبع بطاقات فهرس المؤلف والعنوان والموضوع والمصنف والسلسلة، وعرفنا ان الاحالات في البرنامج قد تكون مش هنقدر نستخدمها في كل المكتبات الا اذا كان في كتب بهذه الموضوعات داخل المكتبة. عرفنا ازاي نستخدم بيبليوغرافيا الموضوعية وبيبليوغرافية المؤلف. بشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.